لا شيء يتبدل مع بداية كل موسم بالنسبة لمانشستر سيتي. الهدف يبقى واضحا وهو محاولة تحقيق الانتصار في كل المنافسات الممكنة. البداية ستكون في منافسات الدرع الخيرية، وإن كانت لربما أقل الأولويات بالنسبة لغوارديولا ولاعبيه، لكن توجيه رسالة للجميع عبر الفوز بالمباراة الأولى في الموسم ستكون مهمة هامة بلا شك. المباراة ستحمل معنى خاصا أيضا بالنسبة لسيتي الذي يريد رد دين الخسارة في مباراته الأخيرة الموسم الماضي، والتي أتت تحديدا أمام يونايتد في نهائي كأس إنجلترا. تحضيرات الفريق كانت جيدة قبل انطلاقة الموسم الحالي، والمعنويات ستكون عالية قبل هذا اللقاء. نعم، المباراة ضد مانشستر يونايتد مهمة، لكن الأمر يتعلق أيضا بتطوير أداء الفريق. تدريجيا يعود اللاعبون من فترة الراحة، وسنرى ما سيقدمه اللاعبون الشباب وكيف سيتعاملون مع المباريات الكبيرة. تحقيق لقب كأس إنجلترا كان بمثابة فرحة عارمة بالنسبة لمحبي مانشستر يونايتد، كما أنه كان متنفسا بالنسبة لإريك تنهاخ الذي كانت الإشاعات تحوم حول أن تلك المباراة هي الأخيرة له مع الفريق. لكن الأمور تبدلت، والهولندي حصل على ثقة الإدارة التي مددت عقده. لم ينجح يونايتد بالانتصار سوى بلقاءين من مواجهاته الخمس التحضيرية للموسم، لكن الانتصار في نهائي كأس إنجلترا كان دلالة على أن الشياطين الحمر يملكون القدرة لقلب الطاولة وإظهار معدنهم الحقيقي، وتكرار الأمر أمام سيتي سيمنح الجميع دفعة معنوية كبرى للموسم الجديد. دائما ما يكون هدفنا تحقيق الفوز في الوديات أو المباريات الرسمية، وأمام مانشستر سيتي سيتعلق الأمر بإحراز اللقب، وبالتالي سنعد الخطة من خلال إشراك فريق تنافسي قادر على التتويج باللقب. في نفس الوقت نحن في مرحلة تحضيرية للموسم الجديد، ولا نريد المغامرة باللاعبين، سنتعامل مع المباراة بصورة عادية لا أكثر. وإن كان مانشستر سيتي مسيطرا على الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، فإن سجله في هذه المنافسة مختلف، خاصة مع خسارته لهذا اللقاء في السنوات الثلاث الأخيرة. حقيقة أنه داربي سيزيد من أهمية الفوز في هذه المواجهة. زياد منصور، بي إن سبورتس، مانشستر. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين لي كارسي